بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله، شركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نقيم هذه الذبيحة المقدسة تكريما لشفيعنا القديس يوسف، نذكر ضعفنا، خطايانا، مشاكلنا، خوفنا، نطلب من الله الرحمة لنا ولبلادنا، ونقول سوية: أنا أعترف لله القادر على كل شيء. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة، نسبحك نباركك. لنصلي. أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء، يا من أقمت القديس يوسف في فجر العهد الجديد حارسا أمينا على بواكير أسرار الفداء، امنح بشفاعته الآن كنيستك أن تسهر على عمل الخلاص، تواصله دائما بربنا يسوع المسيح ابنك الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين. قراءة صفحة 333، القراءة الأولى، قراءة من سفر الملوك الثاني. في تلك الأيام كان كلام الرب إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا يقول الرب: أنت تبني لي بيتا لسكناي، إني لم أسكن بيتا منذ يوم أخرجت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، وإذا تمت أيامك واضطجعت مع آبائك وأقمت من يليك من نسلك الذي يخرج من صلبك وأقررت ملكه، فهو يبني بيتاً لإسمي، وأنا أقر عرش ملكه إلى الأبد، أنا أكون له أباً
وهو يكون لي ابنا، ويكون بيتك وملكك ثابتين إلى الدهر أمام وجهك، وعرشك يكون راسخا إلى الأبد. كلام الرب. سأتغنى بمراحم المولى وأعلن أمانتك بفمي جيلا فجيلا، لأنك قلت سيبقى الوداد قائما أبدا، جعلت وفائك في السماء وطيدا. قلت قطعت مع من اصطفيت عهدا، وأقسمت لداود عبدي سوف أؤيد ذريتك سرمدا، وأقيم عرشك جيلا فجيلا. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. وهو يدعوني إنك أبي، أنت إلهي وصخرة خلاصي. إلى الدهر أديم له ودادي، وسأظل له وفيا بعهدي. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، الوعد الذي وعده إبراهيم وعده إبراهيم أو ذريته بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان. فالميراث يحصل بالإيمان ليكون على سبيل النعمة، ويبقى الوعد جارياً على ذرية إبراهيم كلها، لا على من ينتمون إلى الشريعة فقط، بل على من ينتمون إلى إيمان إبراهيم أيضاً، وهو أب لنا جميعاً. فقد ورد في الكتاب: إني جعلتك أباً لعدد كبير من الأمم. وهو أب لنا عند الذي به آمن، عند الله الذي يحيي الأموات ويدعو إلى الوجود غير الموجود. آمن راجياً على غير رجاء، فأصبح أباً لعدد كبير من الأمم، على ما قيل: هكذا تكون ذريتك، فلهذا عد له ذلك براً. كلام الرب. الشكر لله. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. وعلى روحك عينا.
فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي. يعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع، وهو الذي يقال له المسيح. أما ميلاد يسوع المسيح فهكذا كان، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكن حاملا من الروح القدس، وكان يوسف زوجها بارا، فلم يرد أن يشهر أمرها فعزم على أن يطلقها سرا، وما نوى ذلك حتى ترى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك يا مريم إلى بيتك، إن الذي كونا فيها من الروح القدس وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياه. فلما قام يوسف من النوم فعلى كما أمره ملاك الرب، فأتى بامرأته إلى بيته. كلام الرب. التسبيح لك أيها مساء الخير للجميع. باسمكم جميعا نهنئ رهبات مار يوسف بهذه المناسبة الجميلة. ونقول نبذة قصيرة جدا جمعية القديس يوسف قبل أن نعلق قليلا على الإنجيل. رهبات مار يوسف. الرهبة تأسست سنة 1832 انطلاقاً فقط من ثلاث رهبات اجتمعوا مع بعضهم البعض وأسسوا هذه الرهبة، والمؤسسة إيميلي ديفيالار. وقت التأسيس كان تقريباً بنفس الوقت مع تأسيس البطريركية 1848، وصلوا إلى القدس. تأسيسها كانت 1832 في فرنسا، ثم انتقلوا إلى مرسي. 1835 للأربعين، في ذاك الوقت كانت شمال أفريقيا تعد تابعة لفرنسا كليا، فانتقلوا الرهبات إلى الجزائر 1835، و 1840 وجدوا في تونس. في تونس لحد الآن الحكومة تذكر جيداً أن رهبات مار يوسف أول من فتح أول مدرسة للبنات، ما كانش في مدارس للبنات، وكانت فقط على يد القديسة إيميلي ديفيالار
المؤسسة فتحوا أول مدرسة، ولحد الآن الحكومة والشعب الاختياري اللي بتذكروا بيذكروا بالشكر والتقدير رهبات مار يوسف. 1848 وصلوا عنا على القدس، وإحنا بطراكيتنا تأسست 1849، ومن القدس انتشروا إلى الناصرة، وحالياً نشكرهم موجودين في كل مناطقنا، أولاً في كل البلاد العربية موجودين عندنا بالقدس، موجودين بالقدس والناصرة ورام الله بالذات وبيت لحم وحيفا وبكل مكان. بالعالم كله عندهم تقريباً 154 دير رهبنة بين إفريقيا وبين أوروبا وبين آسيا، ما بعرف العدد، حوالي 1500 وشوي أكثر شوي أقل، من 31 جنسية من العالم كله. كل هذا حتماً بعناية وشفاعة القديس يوسف وجهود الرهبات. كلمة عن القديس يوسف. مشكلة هذا القديس يوسف، هو مو شغل مشاكل، مشكلة. لا يوجد كلمة واحدة من القديس يوسف في الإنجيل، ولا كلمة، لا شيء كثير يذكر عنه في الكتاب المقدس. لغته كان الصمت، 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 الصمت عند الصعوبات، الصمت المقرون بالطاعة والطاعة المقرونة بالثقة بالله، صمت، صمت، صمت. عند البشارة كما نعرف وجد الخطيب مريم حبلى بالطفل ولم يفهم منين أجانا هذا الطفل، وهو يعرف جيداً أنها قديسة لا يمكن أن يشك فيها، وصمت وانغلب على أمره وأوشك أن يتركها، أن يطلقها بصمت دون أن يعمل ضجة، إلى أن ظهر له الملاك وقال له: لا تخف يا يوسف، لا تخف يا يوسف، خذ خطيبتك، خذ امرأتك المولود منها من الروح القدس. صمت وانتقل من الناصرة إلى بيت لحم، وهنالك جاءت ساعة ميلاد الطفل يسوع. وين؟ بهدلة في بهدلة، مغارة، برد، فقر، ما في ولا أي مساعدة. هذا الطفل اللي حكى الملاك عنه لمريم العذراء: لا تخافي، سيكون ابن داود ويملك على العالم وسلطانه لا نهاية له، وا 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 وا. في مغارة، لا مستشفى، لا بيت، لا مساعدة، وصدت كل أبواب في وجه مريم ويوسف. يوسف صمت ولم يتذمر ولم يشكو ولم يصرخ، صمت يوسف، صمت. ولم تمضي بعد الأيام إلى جاء صوت الملاك من جديد في الليل: قم يا يوسف، خذ الطفل واهرب إلى مصر. وين اهرب لمصر في هالليل في هالبرد؟ وقام وأخذ الطفل وأم الطفل وسافر إلى مصر، هرب إلى مصر بصمت وثقة وصلاة. هذا صوت الملاك، أصوات الملائكة كأنه تعود عليها. وقت البشارة ظهر له الملاك وقال له: لا تخف يا يوسف، خذ مريم العذراء. في مغارة بيت لحم سمع أجواء الملائكة تنشد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. في بيت لحم سمع صوت الملاك من جديد يقول له: قم خذ الطفل واهرب إلى مصر. من مصر سمع صوت الملاك من جديد يقول له: مات فلان من الناس، لا تخف على الطفل، ارجع إلى القدس، ارجع إلى فلسطين. سمع أكثر من مرة صوت الملائكة تكلمه. الطاعة العمياء كانت تملأ
قلبه وكيانه. الطاعة العمياء تمليها عليه الثقة بالله، الثقة بالله. لا تخف يا يوسف، هذا من صفات القديس يوسف، العمل اليدوي بكل أشكاله، طبع يديه العمل اليومي، ملأ نهاره بالعمل اليومي، حتى استحق الطفل أن يدعى ابنه ابن النجار. يوسف الذي نحتفل به اليوم وتحتفل به الكنيسة جمعاء هو ذاك الوجه المتواضع الأكثر قرباً، أكثر قرباً من العذراء، أكثر قرباً من الطفل يسوع، قرباً جسدياً وجغرافياً، قرباً محبة وعناية واحترام متبادل. هو الأقرب. يوسف هو الحلقة التي تربط العهد القديم مع العهد الجديد، هو من سلالة داود، هو المعروف في العالم كله كشفيع للعائلات لأنه كان شفيع العائلة المقدسة، شفيع العمال لأنه تعب وعمل بيديه لكي يعيش ويحمي ويطعم الطفل وأمه، وشفيع العذارى لأنه صديق ومحب وخطيب العذراء مريم، شفيع اللاجئين، يعرف ما معنى اللجوء وما معنى الطرد وما معنى الفقر وما معنى الظلم، جربوا في جسده، هو شفيع كل اللاجئين. هذه عظمة القديس يوسف تكمن في تواضعه وصمته، قداسته تنبع من تكريس حياته وعمله وكل كيانه في خدمة الطفل وأم الطفل، مشاركة منه في عملية الخلاص. عليه وقع ثقل العائلة المقدسة، عليه تقع مسؤولية عيش وحماية العائلة المقدسة، عليه تقع مسؤولية تربية الطفل. ونحن هلا في هذا المساء، ما هو الدرس الذي نخرج به من بعد القداس، بعد الاحتفال بالقديس يوسف؟ نتحلى بفضيلة الفقر والقناعة كما تحلى القديس يوسف بفضيلة الفقر والقناعة، فضيلة العمل اليدوي الصامت، فضيلة العائلة، الأب والأولاد، العائلة المحبة تعبق بجو المحبة والعبادة والاحترام المتبادل. وهذا ما نحتاجه اليوم، عندنا العائلات الكثيرة الكثيرة الممزقة والمشردة والخائفة، خائفة من الحاضر للظروف التي نعيشها، وخائفة من المستقبل، وأمام خوفنا جميعاً من الحاضر والمستقبل، ما لنا إلا أن نتأمل بكلام الملاك ليوسف: لا تخف، لا تخف. وهذه الكلمة ترددت مئات المرات في الإنجيل المقدس، قالها السيد المسيح: لا تخف، لا تخف أيها القطيع الصغير، لن أترككم يتامى. لا تخف رهبناتنا، كن رهبناتنا إذا خفت الدعوات أكثر فأكثر. لا تخف، أنا معكم إلى منتهى الدار. بشفاعة القديس يوسف نتأمل لكم جو العائل المقدس الذي خلقه القديس يوسف. باسمكم جميعا نهنئ رهباتنا ونهنئ أنفسنا، نهنئ ونصلي لبعضنا البعض بهذه المناسبة الجميلة. أمين.
نؤمن بإله واحد. في طلباتنا لله بشفاعة القديس يوسف نطلب رحمة الله لنا ولبلادنا ولكل الجمعيات الرهبانية. من أجل أن يكون يوسف الصديق حامي طفولة يسوع وأمومة مريم، حامياً لنا على دروب البر والقداسة، إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب. من أجل أن يكون أرباب الأسر أهلاً لإعداد أبنائهم لمعركة الحياة بالسيرة الصالحة والانصياع في كل أمر لمشيئة الله، إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب. من أجل المؤمنين التابعين لكنيستنا ليروا مشيئة الله في مصاعب الحياة ويعتنقونها بحب وصمت مثل ما رأى يوسف الصديق واعتنق، إلى الرب نطلب. من أجل كل عامل في الحياة ليتحقق من أنه بعمله يسهم مع الله في عملية الخلق والإبداع، إلى الرب نطلب. إلى الرب. أن يكتب لنا الله ميتة صالحة كما كتب ليوسف الصديق بين يدي يسوع وأمه مريم، إلى الرب نطلب. من أجل رهبنة مار يوسف الظهور في كافة بلاد الانتشار عامة، ومن أجل راهبات مار يوسف في بلادنا خاصة في الأردن وفلسطين، وهن اللواتي كان لهن دوراً متميزاً مع عائلاتنا في تنشئتنا علمياً واجتماعياً وتأهيلنا لما نحن عليه اليوم، وأخص بالذكر الأخت نولي والأخت سارة والأخت سناء للمهمة الرسولية التي يرعينها في بلادنا، وأيضاً من أجل صديقات إميلي دي فيالار العلمانيات المساندات لهذه الرهبنة، وبشفاعة القديس يوسف، إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب. اللهم نرجو.
أرجوك أن تستجيب طلباتنا هذه بشفاعة أمك مريم العذراء وبشفاعة حاميك القديس يوسف بالمسيح ربنا. صلوا أيها الإخوة لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. أعطنا يا رب أن نقتدي بتقوى القديس يوسف في خدمته لابنك الوحيد الذي ولدته مريم البتول، فنكون أهلا لخدمة مذابحك المقدسة
بقلوب نقية صافية بالمسيح ربنا. الرب معكم. نرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعد واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس إله القدير الأزلي، نعظمك بالتسبيح اللائقة، نجلك ونمجدك في عيد القديس يوسف. إنه الرجل الصديق الذي اخترته خطيباً للبتول والدة الإله. إنه العبد الأمين الحكيم الذي أقمته على أسرتك ليحرس برعاية أبوية ابنك الوحيد الذي حبل به بقوة الروح القدس يسوع المسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون. إياك نسأل أن تضم أصواتنا إلى أصواتهم فنسبح في خشوع قائلين. إنك لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذا المتضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا، الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. هو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما آمنا هذا وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى
ذلك أيها الأب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجاءه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها. أنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلي بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس رئيس أساقفتنا بيير باتيستا، جمع أسقفنا ويليام وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. نطلب إلى الله يا أبينا أن يقينا كل مكروه، يجعلنا أهلا لملكوته السماوي، لنرنم سوية. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف يا رب، امنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك
السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا وضعفنا، بل انظر إلى إيمان كنيستك. تنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك لدهر الداهرين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. حمل الله وذا الحمل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. حفظنا جسد المسيح للحياة الأبدية. صفحة 523 523 Yeah.
صلي غذيت من هذا المذبح أسرتك المبتهجة بعيد القديس يوسف، فاحمها يا رب واحرسها على الدوام وواصل لها عطاياك السنية بالمسيح ربنا. آمين. رب معكم. يكون اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب. بارككم الله القادر على كل شيء، الاب والابن والروح القدس. في نهاية القداس نعيد على رهباتنا، كل عام وانتم بخير. نشكر غبطة البطريرك عترأس القداس سيادة المطران أبونا رشيد وأبونا فراس أبونا رفعت والشماس، ومنعيد على كل واحد اسمه يوسف وهم في الرعية عدد منيح، ومنحمل معايدتنا مشان أبو سليم اللي هو عمدة الكنيسة اللي بلغ من العمر 93 سنة، بس اليوم صحته شوي مش قادر كان ولا كان حاب يشاركنا، فمنحمل بسام ابنه يعايد عليه باسمنا جميعا، وربنا يعطيه الصحة ويمد كمان بعمره لأنه بركة إلنا برضو.
اذهبوا بسلام المسيح.